نرجع لكم مشاهدينا مع ضيفتنا الأولى لليوم غنى العنداري Outreach and Mobilization Officer بقسم مناهضة الإتجار بكفا. أهلا وسهلا فيك معنا بمريم تي في. أهلا فيك، شكرا على الاستضافة. نحن اليوم موضوعنا رح نحكي عن واقع العاملات بالمنازل. أولا بحب هيك نرجع نعطي نبذة سريعة عن جمعية كفا. كفا هي منظمة نسوية تأسست بال 2005 لحتى تشتغل على مواضيع متعلقة بالعنف يلي بيعيشون النساء والاستغلال يلي بيعيشون النساء. وبكفا بنشتغل على أشكال مختلفة من العنف، منا العنف الأسري، منا العنف يلي بيتعرضوا له عاملات المنازل بحكم أنه هن نساء، بنشتغل على الاستغلال الجنسي وعلى يعني العنف ضد الأطفال كمان. فهذا هذا المين بيربس فينا نقول لجمعية كفا. ومين بعد ما بيعرف بهالجمعية، بس فينا نقول كمان للأسف لانه صار العنف يعني عم بيطال كتار من هالفئات بالمجتمع يعني يلي نحن عايشين فيه. اليوم رح نخصص حلقتنا مثل ما بلشت وقلت لعاملات المنزل يلي للاسف كمان بسنة 2024 بعدنا عم نحكي عن موضوع العنف معهم. حتى نباشر كمان بهالموضوع اليوم بحب اول شيء نطرح شو هن الحقوق وشو هن الواجبات يلي بتعيشون العاملة وقت اللي بتجي على لبنان. لحتى نوصل نحكي عن الحقوق والواجبات مهم شوي نفهم الإطار يلي بتشتغل فيه عاملات المنازل. عاملات المنازل أو العمل المنزلي عموما بلبنان ما في له إطار تنظيمي مثل قانون العمل يلي بحدد مثلا أنا شو حقوقي وواجباتي بالعمل، أو ما له يعني تنظيم معين، هو ما بيخضع لأي تنظيم العمل المنزلي ما عدا عقد العمل. بهذا العقد في تحديد لبعض الحقوق ولبعض الواجبات. إنما مين بيحطهم بعقد العمل لهالواجبات والحقوق؟ عقد العمل اللي عم نحكي عنه هو عقد عمل موحد أقر بال 2010 أو 2011 من وقت يعني طويل، وهو هو المعتمد عند كتاب العدل كلهم يلي بتمضي العاملة وصاحب العمل. هو يعني منصوص اصلا بس هن بيمضوا، فبالتالي ما في مجال للاتفاق بين صاحب العمل والعامله. ومثل ما قلت هو بمطرح عام جدا، يعني وقت نجي نحكي عن الواجبات لانه العمل المنزلي منه منظم ومفصل شو هي الواجبات المطلوبة من عاملة المنزل، بيقدر يكون أي شيء. بيقدر ينطلب من العاملة تعمل أعمال رعاية صحية وأعمال تنظيف واهتمام بالأطفال واهتمام بالحديقة، فبيقدر يكون كتير واسع. إنما يعني مع أنه هو غير كامل وبينقصه كتير هيدا العقد، بيحدد بعض الحقوق منا ساعات العمل، بيقول انه هن 10 ساعات غير يعني في رياحة بيناتهم، بحدد انه هي بحق لها بنهار عطلة بالاسبوع، بحدد بانه هي بيطلع لها اجازة مرضية، بيطلع لها اجازات معينة بتقدر تستفيد منهم. كمان هيدا العقد بحدد انه هي مفروض تاخد رتبها اخر كل شهر، بحدد واجبات صاحب العمل كمان بانه هو واجباته يقدم لها الأكل مأكل ومنامة والملبس ومكان الإقامة، كمان واجباته أنه يأمن الرعاية الصحية والتأمين الصحي وما يعرض على الخطر كمان. نعم، هودي كلهم موجودين بهذا العقد، هو الوحيد اللي بحدد شو تطلع عليه العاملة قبل ما تجي على لبنان، أو للأسف يعني منشوف بمرات بيوصلوا لهون ومنهم عارفين شو هن حتى حقوقهم. للأسف أنه هذا العقد هو بينمضى باللغة العربية عند كاتب العدل أو كاتبة العدل. العاملة ممكن تكون مطلعة على شروط مختلفة عن الشروط اللي بما موجودة، بما أنه ما بتقدر تقريها. صحيح صحيح، فللأسف أنه هذا الشيء ما بيصير، ما بتطلع عليه قبل. طب ما جربتوا كجمعية مثلا أنه تحاولوا ترجموا يمكن هالعقد كرمال حتى ينبعث لهالعاملات قبل ما يجوا على لبنان؟
مش نحن ككفا، بس في جمعيات تانية عملت هيدي المبادرة وترجمت العقد، بس في أكثر من مشكلة. العقد الرسمي يعني بينمضى باللغة العربية، في عقود ممكن أحيان سفرات تضاع كنوع من الاتفاق يعني بين صاحب العمل والعاملة، وهن كطرف مشرف على يعني عليه، بس هيدي ممكن ما تكون ملزمة، لأنه يعني العقد اللي الرسمي اللي بيتاخد فيه هو اللي بينمضى عند كاتب العقد. هون طيب، شو أكتر شيء بيواجهه كمشاكل هالعاملات وقت اللي بيجوا على لبنان؟ هلا في كتير مشاكل، وممكن تختلف درجة المشاكل أو قسوة المشكلة بين عاملة والتاني، بس بنشهد كتير أو بيوصلنا كتير اتصالات عن عدم دفع أجور، عن تعرض لعنف جسدي أو جنسي، عن أو عنف معنوي. بنشوف كتير إنه بعد في ممارسات مثل الاحتجاز موجودة، الحجز للباسبور بعده ممارسة ضد العاملة، مع إنه هي يعني هيدا حق أساسي لإلها، الهوية اللي بتعرف عنها إنه تكون بملكيتها. بنشوف إنه في بعد بمطارح كتير رقابة على قدي عم تاكل، أو تحديد للأكل اللي عم تاكله، حتى مكان النوم تبعها. بنشوف إنه بعد في أشخاص ما بيأمنوا مكان لائق للنوم، وممكن تكون عم بتنام على البرندة أو بالمطبخ أو بشروط غير ملائمة، يعني بتكون شتاء، بتكون بمطرح منه مسكر تماما. فكل هيدي الانتهاكات بعدها بتصير. بعدكم تسمعوا بهيك اشياء بايامنا عم بتصير للاسف. طيب انتو كيف بتعرفوا؟ هل هي العامله بتجرب تحكي حدا من اصحابها، او شخصيا صاروا بيعرفوا انه وين لازم يتجهوا ويخبروا عن هالمشاكل يلي عم بيعانوا منها؟ من اكثر من مصدر. احيانا العاملات وقت يكون عندهم قدره على التبليغ بيتواصلوا معنا، الرقم تبعنا صار معروف نسبيا لانه في كثير عاملات يعني صاروا بيعرفوه. احيانا حدا من العائله، من عائله العامله ممكن هو يبلغنا، واحيانا اشخاص من الشاهدين على العنف ممكن يتواصلوا معنا، يعني من اشخاص لبنانيه او عم يشهدوا على تعرض حدا للعنف ممكن يبلغونا. طيب وامتى بلشتوا هالعمل، يعني هالمناشده انه لحتى توعوا هالناس هالعاملات انتوا عندكم حقوقكم طالبوا فيهم، وانتوا يا ناس عم بتجيبوا اشخاص كرمال لحتى يساعدوكم، اشخاص كرمال لحتى يسهلوا عليكم حياتكم، لازم كمان تكونوا عم بتقدموا لهم الراحه كرمال لحتى يقدروا يقوموا بهالعمل يلي فعلا هو متعب، يعني عملهم متعب اكثر من اي عمل تاني. شو عملته كجمعيه كرمال لحتى توعوا؟ هلا نحن مثل ما ذكرت بكفى بنشتغل على العنف ضد النساء، ومنلاقي انه هيدي المشكله منا منفصله عن العنف اللي بتعيشه النساء عموما، يعني مساقبه انه اللي بيشتغلوا هذا العمل هن نساء، مثل ما يعني مزبوط نحن عم نوظف حدا وندفع له، بس بعدها مره اللي عم بتقوم بهيدي الاعمال المنزليه يعني هي متطلبه جدا ومتعبه جدا مثل ما ذكرتي. وبلشنا نحن بال 2010 اسسنا وحده مناهضه الاتجار بكفا، وبلشنا نشتغل على هيدا الموضوع بشكل مركز. ومن وقت عملنا كثير حملات توعيه، حملات بتطال العاملات، وحملات بتطال اصحاب العمل، وبتطال يعني اصحاب القرار بالبلد. كمان عملنا دراسات لحتى نفهم هيدا الواقع، ولحتى نكون عارفين شو المشاكل اللي فيه. وكمان احنا بنشتغل مع اشخاص، يعني بنشتغل مع المؤسسات الدولة وقت يكون في حاجة لهيدا الشيء، لا تغيير سياسات معينة، لا تغيير قرارات معينة. ففي عنا اكثر من طريقة بالتدخل، اكيد عدا عن الخدمة المباشرة اللي بنقدمها لضحايا العنف. بيقدروا يلجأوا لعندكم، في عندكم لوكال يعني؟ صح، نحن عنا خط ساخن بيقدروا العاملات هن يبلغوا عليه او اشخاص يبلغوا عليه، ومنقدم فيه خدمه اجتماعيه ونفسيه وقانونيه، بالاضافه ل يعني تقديم مكان امن لضحايا العنف. فهيدي الاشكال اللي من
الدعم اللي مقدمه. صح. حلو. طيب يعني شفنا مع هالاشياء اللي عم تقوموا فيها وهالتوعيه، ويعني فينا نقول انه شوي الايام كمان اتطورت وتحسنت، بس بين يعني امبارح وبين اليوم بتحسوا في فرق؟ هل النتيجه صارت واضحه او بعد الاشياء عم ترجع تتكرر وبعدهم الناس يعني ما عم يطوروا يمكن الفكر يلي عندهم تجاه هالعاملات يلي عم يجوا من الخارج؟ هلا ما في شك انه في تغيير معين يمكن بنشاهده مع الجيل الاصغر يلي صار مطلع اكثر، يلي صار عنده يمكن تحسس اكثر لهيدي الاشكاليه، انما للاسف بعدنا بنشوف ممارسات يعني فيها كثير عنصريه، فيها كثير تمييز ضد هودي النساء، لانه التغيير الاجتماعي لازم يواكبه تغيير قانوني، وهذا الشيء ما صار بموضوع العمل المنزلي. فبالتالي وقتها تكون واقفه على اخلاقيات الشخص، وقتها تكون واقفه على يعني مبادئ الشخص، ما كتير فينا نشوف تغيير واسع، بده صحيح. يكون في تغيير قانوني عم بيواكب أكيد هذا التغيير أكيد الاجتماعي. أكيد. يعني كمان هلأ بأيامنا شفنا كتير مشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية، مثل ما سبق وتفضلتي وقلتي إنه كمان من المشاكل الأولى يلي عم بيعانوا منها إنه ما عم بيدفعوا لهم معاشاتهم. هل هالشي يمكن ساعدهم كرمال لحتى يقدروا يقرروا يبعدوا يسافروا ياخدوا قرارات أهم من اللي كانوا ياخدوها هن قبل كعاملات؟ هلا ما في شك انه الازمه الاقتصاديه اللي صارت اثرت مثل على كل شيء بالبلد، اثرت على عاملات المنازل وعلى العمل المنزلي. فشفنا خصوصي بعد تفجير 4 آب كتار فلوا من البلد. صحيح. هل هو يمكن ظرف مناسب كرمال لحتى يتركوا كمان اوقات عملهم بمطارح كانوا فعلا منهم عايشين مبسوطين؟ هلا بوقتها كان الظرف لانه كثير يعني كان في اكثر من ازمه عم بتصير، صار في تسهيل بعمليات السفر، السفارات كانت يعني هيك استنفرت لحتى تساعدهم بانه يرجعوا على بلادهم، بس كمان يعني رجعنا نشوف انه ما كثير فرق. يعني صحيح بوقتها كان في مشاكل اكثر، بس موضوع عدم دفع الاجور هو سابق للازمه، مش بس بهيدي الازمه صار. ولجاوبك على سؤالك، في اشخاص يعني في عاملات مش هن كان بدهم يتركوا لانه اصلا ما كان عندهم مطرح يروحوا عليه، في ناس هن تركوهم تركون. وصرنا نشوفهم على الطرقات قدام السفرات اذا بنتذكر بهيديك صحيح. الفتره، يعني كل هيدي امور صارت. يعني كمان هن عانوا منا، يعني كمان في عيال يمكن برا كانوا عايشين من ورا الشغل تبعهم هون، للأسف كمان هالشي أثر عليهم. حتى هيك نعطي شوي حق كامل لهالموضوع، ما فينا نغض النظر كمان عن إنه في ناس بيطلعوا بيعارضوا هالموضوع كامل، بيقولوا لك أنا في عندي كان عاملة ضربت ابني، في عندي عاملة سرقت، في عندي عاملة هربت. كمان اللبناني أو اللبنانية يلي عم بيجيبوا هالعاملات كمان عم بيواجهوا أوقات مشاكل معهم، انما ما فينا ننكر انه هالقضايا او هالمشاكل عم بتكون نسبة اقل بكتير من اللي عم بيقضوه هالعاملات. كيف بتجاوبوا بالنسبة لهالمعارضة؟ ما في شك انه هيدي التجارب السيئة ممكن تكون موجودة، يعني ممكن كتير اصحاب عمل يكون عندهم تجارب سيئة مع عاملات منازل، بس بنرجع للاصل. يعني أي عمل أو أي علاقة عمل ما فيها تكون متروكة لصاحب العمل والعامل فقط هن ينظموها. بوقت ما في نزاع، بوقت ما في مشكل بيكون ماشي الحال، بس وقت يصير المشكل أو مين بده ياخد بحق الطرف اللي صار بما أنه عنده ما في المشكل؟ قانون مثل ما قلنا 100%، بما انه ما في قانون وبما انه في ضعف بتنفيذ يعني اصلا القوانين الموجوده، بنشوف هيدي المشاكل. يعني بنشوف انه بنسمع عن العاملات، انه بنسمع كثير انه العاملات يمكن سرقوا او اصحاب العمل بيقولوا هيدا الشيء بشكل، بس شو بياكد وشو يعني لازم يكون في صح، بس كمان بذات الوقت
بنسمع اكثر قد ايه العاملات ما بيندفع لهم، بس هيدي ما بتنشاف انها سرقه، بس هي سرقه للاجور نوعا أكيد. ما لانه العامله اللي اشتغلت وما اخذت اجورها يعني انسرقوا اجورها. بس فهيدا كمان يعني لازم نكون موضوعيين بكيف بنشوف المشكله. ونحن بنعرف انه بعلاقه العمل دائما حيالنا علاقه عمل صاحب السلطه فيها هو صاحب العمل مش العامل اللي عم بيوظف. صحيح. والشخص كمان اصحاب العمل لازم يكونوا واعيين، لانه انا وقت عم وظف حدا يعيش عندي بقلب البيت بدي يكون واعي، لانه في هيدا علاقه عمل مختلفه عن غيرها، لناحيه انه هيدا الشخص مقيم عندي بقلب البيت، في الخصوصيه ممكن تتاثر، انا في علاقه مستمره مع هيدا الشخص، فممكن يصير فيها توتر مثل علاقات عمل مثل اي عمل ثاني. فهيدي امور لازم تكون موجوده، بس بنرجع انه الاصل هي انه لازم يكون في تنظيم لهيدا العمل، لحتى وقت يصير نزاع صاحب الحق يقدر ياخذ حقه. أكيد. مش انه يصير بده ينتقم منها او تصير هي بدها تنتقم منه او بالانصاف يعني. صح. نحن مش عم نطالب اكثر من انه يكون في عدل بحق الطرفين. خلينا نكمل لكينا من بعد هل حكينا ونقول شو الدور كل من الجمعيات والسفارة والسفارات وأيضا الدولة. هلأ نحن ككفة منشوف أنه دورنا مش هو نصير مطرح الدولة، منشوف أنه الدولة لازم تتحمل مسؤوليتها، وإن كنا هلأ عم نعيش بظرف يعني المؤسسات فيه تعبانة ومنا قادرة تقوم بهيدا الدور، بس دايما الدور الأول أو المسؤولية الأولى هي على الدولة بأنه تنظم هيدا القطاع، بأنه تعطي الحقوق لكل العمال بغض النظر عن الجنسيات. والسفارات بيبقى انه دورها هي مش لازم تاخد دور الدولة، كمان هي دورة تمثل الرعاية الموجودين وتحمي كمان. الحماية لازم تكون بالدولة اللبنانية، هي لازم الدولة. صحيح. ولازم ما يضلوا هيدا العمل بس نفكر فيه انه عمال اجانب بس. ممكن يكونوا عمال لبنانية، مشان هيك الدولة اللبنانية بدها تنظمه. بيصير هامشين مين بيشتغل فيه. فهذا والسفارة بعتقد منا عم بتأثر، عم تحضن الأشخاص اللي عم بيكونوا عم بيلتجؤوا لها. صحيح. بكتير أحيان السفارات عم تقوم بهذا الدور، بس مثل ما قلنا هذا لازم يكون دور الدولة بشكل أساسي أكتر بالمطرح يلي هن عايشين فيه. صح. برجع يعني بقول للأسف إنه بعدنا عم نحكي بهيك مواضيع مع حقوق الإنسان، وبسنة 2024 نحن وصلنا لمرحلة نحن كلبنانيين كمان بالأخص عنا هالشانس إنه في عنا أشخاص بسهولة عم نقدر نكون عم نستعين فيهم كرمال لحتى يساعدونا، كرمال حتى كتير أوقات منشوف يربوا حتى معنا ويحطوا إيدهم معنا ببلاد كتيرة ما عندهم هالحظ إنه يكونوا عم يستفيدوا من هالشي. وللأسف بعد في كتير أشخاص منهم عم يعطوا حقوقهم لهالعاملات، وللأسف بعدنا عم نحكي بهذا الموضوع، إنما ما بنقدر نكبه ورا ظهرنا ولازم نضلنا عم نتوقف عليه كرمال حتى نوصل لمرحلة إنه نقول كفى، نقول كفى عن جد لهالاشياء يلي عم بتصير بالمجتمع يلي بطلت فعلا مقبوله. في شي كلمه هيك بتحبي نختم فيها توجهيها للمشاهدين؟ واكيد بليز بحب انه تمرقي ترجعي الهوت لاين يلي بيقدروا يتصلوا فيه العاملات يلي هن بحاجه انه يتواصلوا معكم عليه. انا بحب اكد على يلي قلتي، هيدا العمل هو مهم جدا لنا كلبنانيين ولحيلا أشخاص يعني بحاجة لمساعدة إضافية، وهو بشكل أساسي عمل لازم نوقف نشوفه أنه نحن عم نعمل له خدمة بأنه شغلناها عنا لهيدا العاملة، أو أنه نحن مفروض تلبي لنا كل احتياجاتنا كأنه هي ما بتتعب أو ما إلها حق بالراحة. هو عمل مثل ما نحن وقت نشتغل بدنا الأشخاص اللي بنشتغل معهم يحترموا حقوقنا، مفروض نحترم حقوق العاملة اللي عم تشتغل معنا. هيدا الأساسي، فنبلش نتعامل معه كأنه عمل ونعامل هيدا العاملة على هيدا الأساس ويتنظم على هيدا الأساس. هيدا اللي بحب أكد عليه وقوله. بالنسبة للخط الساخن تبعنا هو 7609 0909. بيقدروا يتواصلوا معكم على هذا الرقم. هو منه أربعة
ارقام يعني بس حتى اقوله كامل. كامل. اوكي، خلينا لكن نرجع نعيده بليز للرقم. الخط الساخن هو 7609 0910. بيقدروا العاملات اللي عم يتعرضوا لعنف يبلغوا عليه، او حيلا حدا شاهد على عنف ضد عاملي كمان يبلغ عليه. اوكي رح ارجع عيده لكنها 7609 0910 هو الرقم الساخن او الهوت لاين يلي بيقدروا العاملات المعنفات او يلي منن مرتاحين او مبسوطين او بحاجه انه يمكن يتواصلوا معكم، هذا هو الرقم يلي بيقدروا يحكوكم عليه. نرجع يعني هيك بنذكر انه الاحترام بين البشر عامة هو اساس لكل علاقة ناجحة. انا بدي اتشكرك لوجودك معنا. شكرا لك. مشاهدينا بنروح لبريك وبنرجع لكم.